Oh, you don't even smile. قناة ميجا فيلم، واليوم رجعنا لكم بهذا الأسبوع بقائمة جدا غريبة وحلوة، أفضل 10 أفلام عن الحلقة الزمنية. بتقول لي ثامر، وش سالفة هذه القائمة؟ تخيل إنك تقعد من النوم، تصحو وتمارس يومك كأنه يوم عادي، ولكن الصدمة ثاني يوم، تصحو وتلقى اليوم قاعد يتكرر. فالسؤال، ما سر هذا الأمر الغريب؟ في هذه القائمة جبت لكم 10 أفلام رتبتها لكم من جيد جدا إلى الممتاز، وكلها تتكلم عن هذا الأمر، ولكن بشكل مختلف ومميز. بعد مشاهدتكم لهذه القائمة أو لأي فيلم من هذه الأفلام، قرار خاطئ بالتأكيد. تم إضافة ميزة التشكرات، وهي ميزة جدا مميزة، تقدر تدعمني عن طريق الدعم المادي، وتقدر تختار المبلغ اللي تريدونه، وتعليق الداعم راح يكون موجود الاول في التعليقات. فلو انتم من الداعمين لهذه الميزة بكون شاكر لكم. اذا عندكم اي فيلم او مسلسل تحسون انه غير مشهور، اكتبوه تحت بالتعليقات، هذا الامر جدا راح يفيد القناة بشكل ما تتصورونه. علشان اشتغل الصبح نقطة طليعة بعدين روح الفرح. بموت. واحد من أوائل الأفلام اللي شاهدتها، ويمكن أغلبكم ينصدم، ثامر معقولة تشوف أفلام مصرية؟ وأقول لكم سابقا إيه، ولكن الحين لا. بس الأفلام المصرية من 2015 وتحت عجبتني، وشاهدت كم فيلم منها، بس ما أتوقع أني راح أعمل قائمة لها. ولكن فيلم ألف مبروك فيلم أعجبني من إبداع أحمد حلمي. تخيلون لو قبل ليلة زفافكم تكتشفون أنكم تعيشون نفس اليوم مرارا وتكرارا، شيء مؤلم جدا، وحياتك واقفة على هذا اليوم. أحمد يصير له هذا الشيء، وترى ليش حدث له هذا الأمر، وكيف سيحاول التخلص من هذا الأمر المخيف. 92. ثلاث أصدقاء يجدون نفسهم في متاهة لا يحسدون عليها. كانوا عايشين حياتهم في المصحة ولا يجري كثير في حياتهم، ولكن الصدمة أول ما يلقون نفسهم في متاهة زمنية، يستيقظون كل يوم على نفس اليوم المرعب بأحداث مكررة. ما قصتهم وما سر هذا الأمر المخيف؟ فيلم مليء بأحداث رهيبة وعجبني، وقلت لازم يكون في هذه القائمة. Guys, somebody's coming. Do you guys know the way to Camp Bluefinch? Tina! So, we're in the movie. Oh, hi. What's your name? واحد ضمن الأفلام الحلوة اللي معنا شاهدتها قبل هذه القائمة وأعجبني، من قصة وأحداث حلوة تليق على هذه القائمة، هي فتاة يتيمة فقدت أمها في حادث سيارة، وأمها ممثلة سابقة، سبق مثلت في أحد الأفلام المشهورة. بتقول لي ثامر، وش دخل هذا الأمر؟ بقول لكم، الفتاة قررت الذهاب إلى السينما علشان إحياء ذكرى والدتها أميندا. الحلقة الزمنية تبدأ أول ما يصير حريق في السينما، وتجد الفتاة هي وأصدقائها داخل الفيلم المرعب بنفسه، واللي لو ما حاولوا الخروج منه مصيرهم الموت. طبعا كل هذا اللي قلته ابدا ما يعتبر حرق، واول 5 دقائق من الفيلم راح تعرفون كل شيء. فيلم ممتع ويستاهل الفرصة. We could get out of it. Are you really in that much of a hurry? You don't actually think that this is living, do you? We have all the time in the world. This is not time. Time is the stuff that when you spend it you don't get it back. الفيلم جدا مظلوم وقصته أغرب، أنا عن نفسي حبيت مشاهدته، قصة غريبة والشخصيات صعب تكرهها. شوفوا، في شخص عالق في حلقة زمنية ويومه يتكرر دائما وما يقدر يروح إلى اليوم الثاني، ولكن الشيء الغريب يبدأ أول ما يجد فتاة صار لها نفس الشيء. فيلم غريب وحبيت يكون معنا في هذه القائمة. I've been having deja vu all day long. Are you okay? It wasn't a dream. It really happened. Again. سمنثا فتاة روحها بريئة طيبة جدا، تعيش حياة بسعادة وأمامها مستقبل مشرق، ولكن كل شيء يتغير بشكل مرعب أول ما تصحو من النوم، وهي حرفيا بلا مستقبل، محاصرة في حلقة زمنية يومها يتكرر أكثر من مرة. ولكن يبدأ الحماس أول ما تحاول كشف لغز هذا الأمر. فيلم رهيب من إبداع زوي ديوتش، واللي أعجبني أغلب أعمالها، وهذا الفيلم منها. The way I see it, you have unlimited amount of lives. Unlimited opportunities to solve your own murder. So I'm supposed to keep dying until I figure out who my killer is? You want to live to see tomorrow, right?
في طالبة عايشة حياتها تمام وكل شيء فل الفل، ولكن صدمة أول ما تصحو في نفس اليوم ويوم عيد ميلادها ويتكرر هذا الأمر عليها. تقول لي ثامر وين شرارة هذا الفيلم؟ بقول لكم في كل نهاية يوم ينتهي بموتها، واليوم الثاني تصحو ولا كأن حدث أي شيء، تحاول كشف هذا الأمر الغريب. فيلم أعجبني ويليق على هذه القائمة بالتأكيد. تخيل انكم جالسين في حديقة فجأة تشوف شخص يشبهك، لما تشوفه يهرب. فيكتور يصير له هذا الامر، ولكن الصدمة اول ما يكتشف ان بجوار منزله آلة زمن، واللي كانت احد الباحثين، واللي راح تخلينا نشوف احداث غير مفهومة خلت هذا الفيلم جدا مميز. But Phil's about to find out. He's not just stuck in Punxsutawney. Will you be checking out today, Mr. Connors? Chance of departure today 100%. He's stuck. Groundhog Day. واحد ضمن أهم أفلام الحلقة الزمنية، وأغلب اللي يحبون هذا النوع من الأفلام يفضلونه على أغلب الأفلام الحلقة الزمنية. شاهدته واستمتعت فيه وقلت لازم يكون في هذه القائمة من قصة وأحداث جيدة جدا. تخيلوا تقرر الذهاب إلى مدينة معينة، تتفاجأ كل يوم تصحو الساعة 6 صباحا. هذا الأمر حدث مرارا وتكرارا لمذيع الأحوال الجوية، واللي كان موجود لتغطية فعاليات يوم احتفالي خاص فيهم. انهبل واستغرب من هذا الأمر. راح نشوف وش راح يعمل بهذا الفيلم. فيلم مليء بالأحداث والعبرة الجميلة، فهو تذكرة ذهبية دائما وأبدا. الفيلم اللي من حالات الألغاز اللي فيه تتمنى انك تشاهده اكثر من مرة. فيلم غريب وحلو صعب تمل منه. تخيل في اشخاص صارت لهم حادثة في البحر، ولكن يجدون سفينة كبيرة جدا، يقررون الذهاب لها، ومن هنا تبدأ الاحداث الحماسية. تبدأ احداث حماسية تخليك تحاول وحل لغز هذه القصة الغريبة. What I am about to tell you sounds crazy. But you have to listen to me. Very lives depend on it. ومعنا الأفضل بهذه القائمة بالتأكيد. وش أقول وش أخلي عن هذا الفيلم؟ يكفي إن اللي فيه توم كروز، واللي خلى هذا الفيلم متعة لا يمكن تكرارها. ولا ننسى المبدعة إيميلي بلانت اللي لها مستقبل قوي في أغلب أعمالها، كونوا ثنائي رهيب بهذا الفيلم. المغامرة والتشويق أشياء راح ترافقكم لو شاهدتم هذا الفيلم. وليام جندي يشعر بالخوف دائما وما عمره خاض معارك كثيرة، ولكن الشيء المخيف أول ما يجد نفسه محاصر في عملية مميتة وفي دقائق معدودة يقتل، وهذا الشيء يتكرر أكثر من مرة. ولكن الشيء الحماسي راح نشوف كيف يحاول ويليام كشف هذا اللغز ومحاولة النجاة من هجوم شرس صادم من الفضائيين. فيلم رهيب ويستاهل المشاهدة بالتأكيد. كان معكم ثامر من قناة ميجا فيلم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك والنشر. إلى اللقاء.